بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم. النهارده ان شاء الله جايين نشوف كده شخصيه جديده في عالم التيك توك، حاجه عامله ضجه جامده جدا بصراحه. هي موهبه عظيمه جدا، يعني انا لما اول مره شفتها على الفيسبوك وانا بسكرول كده انبهرت من كميه الثقه اللي هي جايباها. يعني لو انا عندي ربع الثقه بتاعتها دي كان زماني دلوقتي غزيت العالم، يعني حرفيا. يعني فتعالوا بينا نتفرج على سندريلا عائشة، هي اسمها سندريلا عائشة، هي مسميه نفسها سندريلا عائشة على يوتيوب وعلى تيك توك. فتعالوا كده نشوف الفيديوهات بتاعتها عاملة ازاي. يعني عرفت اول فيديو اللي هو اول فيديو انا شفته ليها اللي هو بتاع انا ملكة الجمال العالم ده، نتفرج عليه سوا. انت عارف ليه معمول كده؟ ليه؟ عشان انا همشي عليه. بجد؟ انت تعرفني انا مين؟ مين يعني؟ ملكة جمال مصر. مصر بس؟ يعني هما طبعا رايحين الكوبري الجديد اللي هو فيه ازاز شفاف دون، تمام، وهي واقف عليه. فبتساله بتقول له بقى انت ايه، يعني اللي هو انت عارف هم ليه عاملينه كده شفاف بتاع؟ عشان انا همشي عليه، يعني عشان هي تمشي عليه. هم عاملين الكوبري ده كله عشان هي تمشي عليه، تمام، اوكي. طيب هي بتبرر بقى ان هي يعني اشمعنى هي، يعني هو الشخص بيتساءل، يعني حاط ايديه كده واخدين بالكوا كده اللي هو يعني اشمعنى هي، يعني تحس اللي هو متغاظ. تعال نرجع كده تاني. لا هو مستعجل جدا عشان انا همشي عليه. بجد؟ بجد اللي هو يعني اللي هو بيخش معاه في المود. عرفنا انا مين؟ مين يعني؟ ملكة جمال مصر. مصر بس انت ملكة جمال العالم. فجأة بقى، يعني انا في الاول كنت مقتنع ان هو ايه، هو متضايق، يعني هو مستغرب اللي هي اللي بتقوله ده، بس واضح اتضح في النهاية ان هو معاها، يعني تبعها. بيقول لا لا، ملكة جمال مصر بس. ايه ده، مصر ما ينفعش بس، لا ملكة جمال العالم. ملكة جمال الخرا والله العظيم بجد. يعني I love you baby. هو انا عندي سؤال، بس هو هي الصوت ده بيطلعه منين؟ يعني هو اكيد الصوت ده مطلعش من بقه. في حاجه غلط، يعني في حاجه انا مش بجمعها بصراحه. تعال نخش على الفيديو التاني. كل الفيديوهات اللي عندها بتعمل نفس هذه العينه، يعني مش فاهم، يعني حتى ما فيش اكشن في الراس. خلينا اللي هو ايه، تمام، يعني ماشي، يجي من ما عنديش فكره بصراحه ايه ده. يعني لو انا ما تعيش عشان انا تعبت. عندنا فيديو تاني، يعني هي في فتره كده، يعني انا جمعت فيديوهات برضو، مش كل الفيديوهات، جمعت فيديوهات من الايه، من ال يعني من البدايه ومن النص ومن النهايه، تمام. فهي في مرحله ما من المراحل، تمام، ابتدت تجيب اختها معاها وتظهر معاها في الفيديوهات، فهنشوفها دلوقتي يعني، بس مش في الفيديو ده. تعال نتفرج كده على تيك توك حزين. باك ما تذكرت باك، يعني انت ركزت مع شفافه بتتكلم، هتقرا كلمه باك مش معاك. هو عموما انا يعني مش انا كرهت جنات بصراحه، وانا شايف ان دي بصراحه دي كتيك توك تبقى يعني في كاتيجوري الهور، لان هي بصراحه حاجه مرعبه جدا. يعني انا بالنسبه لي ان حد بي يعني بيناريت على اغنيه مثلا، بيحاول ان هو يغني اغنيه، يعني المفروض يخش في المود بتاعها، لكن ده ايه انا مش فاهم بصراحه. يعني هو يعني اي حد هيخش بقى في كومنتات يقول انت بتتنمر ومش بتتنمر، لا احنا ماسكين عينه دلوقتي، المفروض ان هي برودكت، هي اللي قررت بنفسها ان هي تبقى برودكت في التيك توك، احنا بنقيم البرودكت مش اكتر يعني. ف حب نفسي عشان حبك. ماشي. هو في ميزة على فكرة، في ميزة في الفيديوهات اللي هي بتعملها. ايه هي الميزة دي؟ الميزة ان الفيديوهات بتاعتها قصيرة جدا، يعني هتلاقي 16 ثانية وحاجات كده، ف
الرينج ده حاجه 59 ثانيه كده في الرينج ده، وده شيء يعني مفيد للصحه، لان هي لو زدت عن كده مش عارف، انا شخصيا يعني مش عارف. تعال نفتح الفيديو ده. الخشب الرجال بيجيب الفقر، كان عندي ديك بدلته في صقر، صاحبي اللي جدع ملوش مرتجع، واللي مش جدع رميته في نهر، يا دنيا استك ناسها بلاستيك ماشيه تموت. لو خدتوا بالكم في نهايه الفيديو هما الاثنين هما تقريبا مش حافظين الاغنيه، فاللي هو بيعملوا كده اللي هو قشطه يعني، اللي هو اي حاجه يعني تمام، احنا مش فاهمين حاجه بس تمام يعني بنأكت، بنحاول نأكت. هم تقريبا رافعين حاجه هما الاثنين. الفيديوهات دي الفيديوهات القديمه يعني، الفيديو بتاع جنات ده والفيديو ده احد الفيديوهات القديمه. طبعا انتوا لاحظتوا الفرق ما بين ان هي في الاول كانت محجبه تمام، طبعا هي حره يعني مش موضوعنا ده، وبعد كده بقى اما اتشهرت بالشهره السلبيه، عارفين الناس اللي لما تكون عايز تشير تبدا تفقع على الناس، فالناس تبدا تشهرها بغبائها. في جمله دايما تقول لك ايه؟ تقول لك لا تجعل من الحمقى مشاهير تمام. بنجعلهم حمق، بنجعل منهم مشاهير ازاي؟ هنخش نعمل لهم فولو على التيك توك، هو المفروض الطبيعي ان انت تخش تنتقدهم، لان هم قرروا ان هم لما يحطوا فيديوهاتهم بهذا الشكل ان هم بقوا برودكت يعني، بقوا منتج انت بتقيمه دلوقتي. فهي قررت ان هي حجاب وتتحفنا بقى ايه طبعا اي شخص لما بيجي يطلع جديد بيبقى عنده في الاول كده رهبه، فبيبقى بيكتب بشكل مش بروفيشنال. فبعد كده بقى اما فيديوهاته بتكتر وبيحس ان هو اتشهر وبتاع بيطلع يتكلم باريحيه بقى. فهي الفيديوهين دول بتوع الاريحيه بقى. اول واحد هاي جايز الحمد لله. النهارده عندنا بارتي جدا بجد والله، جدا سمراء. مين اللي جاي من الستارز؟ يعني انا تغاضيت عن الصوت الغريب اللي انا ما اعرفش ايه مصدره، وقلت اسمع مين يعني، في بارتي يعني، يعني في موضوع جامد يعني، في حفله. طيب مين اللي جاي في الحفله بقى؟ اسمعوا كده. كريم زين، ياسر عزب، وابوكا من المع النجوم، هنستناكم يوم 5/9. انا حاسس اعلان كباريه يعني، اللي هو مين دول اصلا؟ اسمع كده. كريم زين، حماده بولو، كريم زين، ياسر عزب، مين دول اصلا؟ وابوكا من المع النجوم، هنستناكم يوم 5/9. سيبت تضحك بقى. يوم الخميس ان شاء الله في كافيه النحاس. مودي هناك هتموت وتعرفي. بس مودي اللي هو بيحاول ياكت ان هو معاهم يعني، اللي هو محرج برضه، تحس ان هو اول مره يطلع الكاميرا فاللي هو محرج اللي هو عامل كده. مش فاهم حاجة. يلا نقول لهم العنوان فين النهاردة؟ العنوان سهل خالص، العجمي وفين النحاس. بيحاول بقى اللي هو ايه يعني، هو الراجل برضه محرج وبتاع، بس بيحاول ياخد نفس التون بتاعت البيت. قال لك يمكن بقى، يمكن الناس ايه يعني، يمكن اعمل اكوزيشن للناس كده فالناس تتأثر بيا. انتوا عارفين يوم ايه النهاردة؟ يوم 5/9. ياي 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 اللي هو انا قشطه يعني، اللي هو مستنيات خالص كلام، اللي هو اختها بتحاول ان هو تاكد اللي هو ايه يعني ان هي مبسوطه باللي بيحصل يعني. مع النجوم هنستناكم يوم 5/9، هيكون يوم الخميس. الفيديو بيتعاد تاني مش عارف ليه بصراحه، رجع تاني كده اخر. اطلع على هتغني، مين هيموت ويسمع اختي العزيزه؟ بص الواحد التاني، بص الواحد التاني بيعمل عامل لهم كده اللي هو اختها تغني بقى. مجموعة من العهات والله العظيم حرفيا. هنشوف بقى اخر فيديو، ده اخر فيديو انا لقيته يعني بصراحة يعني اخر ابديت. ايه يا شل اهلي، يا شل اهلي بصراحة، شلناتنا كلنا. بصي احنا لسه على كوكب المريخ، مريخ يا اخي هو انا عارفه اعيش في الارض لما اطلع المريخ؟ انا مش فاهم يعني، مش فاهم ايه الكوميديا يعني، المفروض اضحك؟ خالص. عندي فكره ثانيه. قولي الفكره الثانيه. تيجي نسرق بنك الاهلي. الاهلي؟ قول على اخر السنه انا
انا يعني مش عارف, انا بصراحه دلوقتي دخلت في مود يعني مش قادر بصراحه يعني انف النهارده بصراحه. انا مش فاهم ايه اللي بيتقال, بحاول اجمع, مش فاهم. نسرق بنك وما اعرفش نروح فين, نطلع المريخ يعني, اطلعوا المريخ بصراحه عشان اتخنق. يا سلام, شفتوا بس الزمالك عادي, عشان انا اهلاويه وبحب الكره الاهلي, مش هينفع اسرقه. قلت لها تعالي نسرق البنك الاهلي, فالتانيه بتسخف, قلت لها لا 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 ما نسرقش البنك الاهلي, ما نيجي نسرق بنك الزمالك. المفروض ان ده يعني ده حاجه يعني, مش هقول لك ده افيه, ده حاجه كده المفروض ان هي بتضحك. اسرق الزمالك, انا بحب الاهلي وبحب اسرقها. لا ما ينفعش تسرق اهلي. انا بحب الاهلي وبحب اسرق. بصوا يعني انا انف بجد, انا مش هكمل. بصوا هو كفايه كده يعني. انا في نهايه الفيديو حابب اوجه رساله للاخت عائشه, يعني بجد اعملي حاجه مفيده. يعني انت شايفه ان انت عندك موهبه, ده هو صوتك اللي مش عارف بيطلع منين, اعملي بيه حاجه مفيده. مش عارف يعني, اطلعي تريقي على الناس يعني, والله هتبقى حاجه مفيده, هتبقى على الاقل يعني صحتنا انا هنرتاح. والله مش كان في ناس يعني, مش كان في ناس عامله لها فولو, مش عارفه هي عامله لها فولو بتموت نفسها يعني, بتتفرج عليها عشان تقتل نفسها ولا انا ما عنديش فكره بصراحه, ما عنديش فكره ومش قادر اكمل يعني. انا كنت عامل حساب ان انا هكمل بقى فيديوهات, مش قادر. لا يعني انفع عائشه فور توداي بصراحه, مش قادر. اشوفكم فيديو جديد غير في حد غير عائشه عشان تعبت. السلام عليكم.